السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم شو اخباركم؟ طبعا قبل كل شيء اذا جايين من التيك توك وما مشترك بالقناه خلي لنا اشتراك وفعل جرس الاشعارات، واذا عجبك الفيديو لايك، ومن الشاركه ومن السهم اللي تحت الفيديو. طبعا هذا شخص يروي له قصته، يقول انا تزوجت 2 بنات بنفس الليله، والسبب يقول اتعرفت لي على بنيه عن طريق الفيسبوك، يقول صارت علاقه حب بيناتنا، يقول هاي البنيه شفتها واقتنعت بيها، ومع مرور الأيام اتعرفت عليها أكثر واقتنعت بأخلاقها وعرفت أهلها كله زين، فيقول لبنية قفلت عليها لو هي لو ما أريد، فهي هم كذلك شافتني واقتنعت بيها، فإحنا اتفقنا على زواج. يقول أنا من اتعرفت عليها ما كان عندي شغل معين، فاتفقت وياها لمن أكون نفسي والله يرزقني بعمل أستقر بي وأكون نفسي وأجي أتقدم لها. يقول لبنية وافقت بهذا الشيء، ويقول علاقتنا شريفة وما بيها أي شيء منها منها. المهم يقول راحت أيام ردت أيام، الله رزقني بعمل واستقريت وكونت نفسي وحضرت كل شيء للعرس. آخر شيء يقول فاتحت أهلي بالموضوع، يقول قلت لهم أكو بنية هيج وهيج موضوعها وأنا حبيتها وأريد أتقدم لها. يقول أهلي كلهم عارضوني إلا والدي، يقول والدي قال لي لو بتعمك لو ما تأخذ، أو هاي السالفة إلغيها من بالك، مال تأخذ لك بنية من الفيس وعن طريق مواقع تواصل هاي انساها نهائيا، بتعمك هاي أنا حاجزها لك من هي صغيرة. يقول أنا انصدمت بالموضوع، يقول البنية أنا أحبها اللي تعرفت عليها وبنت عمي بمثابة أخت إلي، يقول أنا معاشرها كأخت فما عندي نفس تجاهها نهائيا. يقول بنفس الوقت أنا منطح شاي للبنية وما أقدر أكسر خاطرها، وحشايتي وحدة ما تصير اثنين. فيقول قلت لوالدي، قلت له أنا البنية بنت عمي أنا آخذها لخاطرك والخاطر حشايتك أنا ما راح أكسرها، بس بشرط البنية ذيك هم آخذها وأنا مستعد آخذهن اثنيناتهن. يقول شهر كامل أنا أقنع بوالدي إلى أن قنع ووافق بأن أخذ 2 بنات بنفس الليلة. يقول الحمد لله والشكر أنا حاليا متزوجين اثنيناتهم ومساوي بيناتهم، بس يقول البنية اللي تعرفت عليها أحبها أكثر من بنت عمي، مشاعري تجاهها أكثر، فأنا خايف يعني مع مرور الأيام أترك بنت عمي، وبنت عمي من نوع التغار، فأريد أعرف من متابعينك هذا الزواج راح ينجح مستقبلا لو لا، وأنا متخوف من هذا الموضوع. فأتمنى تكتبون آراءكم بالتعليقات، والسلام عليكم.